عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف نتوما متتبعي قناة التعليم الابتدائي الرائد؟ إذا يوم جديد ودرس جديد إن شاء الله. كنطلب من جميع التلميذات والتلاميذ اللي معايا ياخذوا المقرر المنير في التربية التشكيلية الصفحة 26. بالمناسبة كنبغي نشكر الأمهات والآباء على التفاعل ديالكم معايا في الفيديو السابق. أنا خديت هذا التحدي على أنني فعلا ناخذ دروس ديال التربية التشكيلية باش يستفدوا معايا مجموعة من الأمهات والآباء على في الكيفية ولا كيفاش أنهم يقدروا يشرحوا للأبناء ديالهم هاد المقرر أو الدروس ديال هذا المقرر. إذا غادي نبداو إن شاء الله الصفحة رقم 26 كيف قلت لكم. الدرس ديال اليوم بعنوان الدائرة الفارغة غير الملونة. لاحظوا معايا أننا غادي نحاولوا أننا نشوفوا مجموعة ديال الأشكال ديال الدوائر الفارغة والمرسومة باليد بشكل عفوي، يعني أن الدائرة باليد أكيد ما غاديش تكون مضبوطة، غادي تكون ما بقداش مزيان، ولكن حنا ماشي مشكل، هذا هو الهدف ديالنا، كيفاش أننا نكتسبوا هاد المهارة ديال رسم الدوائر باليد بكل عفوية وبكل تلقائية. إذا لاحظوا معايا الصورة جميلة جدا، فيها مجموعة ديال الألوان، فيها مجموعة ديال الدوائر اللي مرسومة باليد. هي كتبان لنا أنها غير، يعني أنها ماشي مضبوطة 100%، ولكنها تشكل أشكال هندسية جميلة جدا. لاحظوا هذه لوحة الفنان عالمي رسمها، وفعلا كانت جميلة جدا، وفيها ألوان اللي هي كاين الألوان اللي هي مفتوحة، الألوان اللي هي مغلوقة، يعني الصورة جات في الأخير جميلة جدا. إذا غادي نحاولوا أننا نتمرنوا نشوفوا كيفاش أننا نقدروا نرسموا نفس هذا الشكل ديال هاد الدوائر. لاحظوا معايا غادي نقراو السؤال الأول في الصفحة رقم 27. لاحظوا أتمرن أرسم دوائر، يعني أرسم وأتم الدوائر باليد فقط مستعملا في ذلك القلم الرصاص أو القلم اللبدي. لاحظوا معي أن القلم اللبد هو الفوتخ، يعني اللي عنده الفوتخ يخدم بالفوتخ، اللي ما عندوش الفوتخ ياخد فقط القلم الرصاص. لاحظوا معي عندي هنايا واحد القوس باش نشكل دائرة، يكفي أنني نقوم بوضع قوس آخر ونلاقي القوس الأول مع الثاني اللي بغيت رسمه، وبالتالي كنشكل دائرة. لاحظوا معايا هنايا عاوتاني نفس الشيء، قوس نحاولوا نصيلوا قوس بقوس باش تكمل عندنا الصورة ديال الدائرة. لاحظوا معايا هنايا كذلك ومثال، لاحظوا معايا هنايا مجموعة ديال الدوائر اللي هي فارغة ومرسومة باليد ولكنها جميلة جدا، يعني الشكل ديالها كيجي جميل جدا وهي مرسومة باليد وفارغة. إذا نحاول أن نكتشف التمرين الثاني في الصفحة 27. أنجز باليد تعبيرا تشكيليا مكونا من عدة دوائر مختلفة متجاورة متداخلة ومتطابقة بقلم لبدي، أي لي فوتخ، يعني الفوتخ كتعرفوا كاملين لي فوتخ هو القلم اللبد باللغة العربية. لاحظوا معايا المطلوب منا في الدرس في التمرين ديال اليوم هو أننا نحاولوا أننا نعبروا يعني فقط باليد ديالنا، ونحاولوا أننا نرسموا أشكال لعدة دوائر مختلفة، يعني دوائر مختلفة يعني أن دوائر كبيرة، دوائر صغيرة، دوائر متوسطة، متجاورة، معنى متجاورة حدا بعضياتها، حدا بعضياتها بحال هاد الشكل هذا. لاحظوا معايا بحال هاد الشكل هذا، هادو كيتسموا دوائر متجاورة، يعني وحدة حدا اختها، متجاورة ومتداخلة، متداخلة بحال هاد الشكل هذا. لاحظوا معايا ومتطابقة مثلا بحال هاد الشكل هذا، يعني متطابقة. لاحظوا معايا بحال هاد الشكل هذا بقلم اللبد، يعني لي فوتخ. لاحظوا معايا الشكل اللي حاولت انني نرسمه لكم، رسم تقريبي للشكل اللي خصكم ترسموه في التمرين ديال اليوم. اذا كنتمنى ان الدرس كان واضح، كنتمنى انكم تقوموا بالانجاز ديال هذا الدرس اللي هو جميل جدا في البيت ديالكم. حاولوا انكم ترسموه بالقلم الرصاص، حتى اذا كانوا اغلاط تقوموا بالمسح وتعاودوا.
كذلك حاولوا انكم تختاروا الوان تكون جميله جدا باش تبان لكم الرسمه ديالكم جميله وانيقه. حاولوا انكم تلونوا بطريقه اللي هي صحيحه. اتفقنا؟ اذا كنتمنى انني نشوف الرسومات ديالكم. كنطلب من الامهات ولا الاباء اللي متبعيني يصيفطوا لي الاشكال ديالكم، هذا كيفرحني نشوف كيفاش استطعتوا انكم تقوموا بانجاز هذا التمرين هذا. اذا الى هنا كنوصل لنهايه الدرس ديالي، نتمنى اننا نتلاقاو ان شاء الله في درس قادم ونشوفوا ان شاء الله درس اخر بحول الله، والى اللقاء.